بيسوس أغنى رجل بالعالم، ثروته تقدر ب115 مليار دولار. منشوف إنه أكبر أثرياء العالم وأغنى رجل بالعالم ما بيناموا، كل يوم نسمع منهم خبر جديد وشي جديد. ظهر جيف بيسوس رئيس تنفيذي لشركة أمازون وأغنى رجل بالعالم، هو بيقود توك توك بالهند، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون دعمه لحماية المناخ بتغريدة، وقال: مهلاً الهند، نحن نطرح أسطولنا الجديد من عربات النقل الكهربائية بالكامل، يعني صفر كربون. وكانت شركة أمازون الهند أعلنت عن التخطيط للطرح 10,000 سيارة كهربائية بحلول عام 2025، طبعاً موضحة أنه هي ملتزمة كافة الالتزام بنحو 100,000 سيارة كهربائية بأسطول التسليم الخاص فيها. يعني حتى شركة أمازون عم تساهم بموضوع تغير المناخ وقضية تغير المناخ، وحتى العربات اللي رح تنقل طلبات أمازون رح تكون بسيارات كهربائية بالهند. قرار كتير حلو من جيف بيسوس بصراحة، طريقة اختيار الهند بالضبط، طريقة عرضه للموضوع جدا حلوة. يعني كيف نعرض على موقع السوشيال ميديا حسابه الخاص كان جدا حلو. ما بعرف شو رأيك انتي بمساهمات الفيديو، كل العالم كيف هو عم بيسوق حلوين هولي، وبتحسيهم يعني انه هن مع العالم. صح. وتجربتهم حتى مع الموظفين بقلب الشركة. امازون مش جديد عليها، معوديتنا دايما على القصص الضخمة والقصص الجديدة، وتقريبا يعني كاسحة الدنيا يعني إذا بدنا نحكي تجارة إلكترونية أمازون. واللافت بالموضوع يعني هو أغنى أغنياء العالم، كل يوم والتاني نحن مثلا عندنا خبر عن أمازون أو عن جيف بيسوس أو شيء هيك، فعلا الناس ما بتنام. يعني مو إنه الشخص مرتاح إنه أنا طبعاً أغنى واحد بالعالم، لا، منشوف دائما. وهذا الدرس بتوقع عبره للجميع، انه حتى اللي معه اموال يعني لا تهابها النيران، تشوفي دائما شغال، دائما عم بيطلع معه اشياء جديده طبعاً، وعم بيواكب التطور وابتكارات وكل هول القصص الجديده ليوصل لكل بيت بكل العالم. طبعا اكيد منهم ما بنام جيف بيسوس، وحتى لا يعمل هيدي الثروة المالية تبعيته أكيد ما بنام. أكيد. يعني تلقائيا ما في شيء بيجي بالهين. أكيد لا شيء. قبل الإعلان